السيدات والسادة، الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية ونحن على اعتاب عام جديد أن أتوجه لكم جميعا وأخص بالذكر بناتي وأبنائي من ذوي الاحتياجات الخاصة. الملتقى العربي لذوي القدرات الخاصة بكرة أحلى، الدورة السابعة، الثانية عربيا، من 8 إلى 11 من ديسمبر عام 2019. خطوات تتلوها خطوات في طريق الأمل والعمل، وبثقة تصل إلى درجة اليقين في قدرتهم على الإنجاز الذي يصل إلى حد الإبهار. يشعل الملتقى العربي لذوي القدرات الخاصة شمعته 7 والثانية عربيا، والذي يعقده صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، في إطار رعاية ودعم المواهب من ذوي القدرات الخاصة في المجالات الفنية المختلفة. الغناء، العزف، الموسيقى، المسرح، الاستعراض، الفن التشكيلي والأدب. طوفان عنيد واصل لنهر السين، عابر سدود وحدود وحواجز، لون طمي مصر واسمه طه حسين، كف البصر لكنه مش عاجز. ولا يخفى على أحد ذلك الاهتمام الدائم والكبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي القدرات الخاصة، ليأتي الملتقى العربي لذوي القدرات الخاصة واحدا من تجليات الرعاية المستمرة. كل اللي حقوله انه يعني ربنا سبحانه وتعالى يجازيكم خير في اللي انتم بتعملوه. الملتقى العربي لذوي القدرات الخاصة في دورته الماضية شارك فيه اكثر من 500 شخص و4 دول، هي ليبيا، المغرب، السعودية، وسلطنة عمان. في ناس بتشتغل فعلا على تنمية قدرات الولاد ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي ناس بتاخد موهبتهم بتقدمها زي ما هي من خلال ممارسة نشاط. في كل الحالتين يعني مرحب بيهم جدا، لكن طبعا الشغل على تنمية القدرات والآي كيو ده هو الهدف الكبير يعني. بينما يشارك في دورتي هذا العام الكثير من الجمعيات المصرية لذوي القدرات الخاصة بالإضافة إلى 7 دول، هي سلطنة عمان، الإمارات، السودان، لبنان، سوريا، الجزائر وتونس. ويصاحب العروض المختلفة التي سيتم تقديمها الكثير من الورش الفنية في مجالات الرسم والأشغال الفنية بإشراف كبار المتخصصين في هذه المجالات. عملنا ندوات تتكلم عن الفئات الخاصة وذوي الحاجات الخاصة، فمن ضمنهم في أستاذة من أساتذة الجامعات الجزائرية، وأستاذ من السودان، واحدة مصرية، وإن شاء الله أنا أكون بدير الجلسة معهم. تشكلت مجموعة من اللجان النوعية لمشاهدة وفرز الأعمال المقدمة في مجال الموسيقى والغناء. تكونت اللجنة من الدكتور مدحت عبد السميع، الدكتور مصطفى محمد، والدكتورة سحر أمين. أما في مجال الفنون التشكيلية فتكونت اللجنة من الدكتورة عبلة حنفي، والدكتورة نيفين فرغلي، والدكتورة أماني صبري، والأستاذة نجاة فاروق. أما في مجال المسرح والاستعراض فتكونت اللجنة من المخرجة والفنانة وفاء الحكيم، الفنان علي عبد الرحيم، والمخرج محمد متولي. وتكونت اللجنة في مجال القصة القصيرة والشعر من الشاعر محمد بهجت والدكتور تامر محمد فايز. عايز أقول إن دي تجربة مهمة وضرورية لرصد الإبداع المصري والعربي الحقيقي. يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على إبداعات أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة في مجالات الفنون المختلفة، والمساهمة في تنمية هذه المواهب من خلال ورش العمل والعروض المستمرة التي تقدم على مدار العام بمراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة. من التجارب القادمة إن شاء الله أنه ما يبقاش فيه بقى يعني مسابقة خاصة ليهم، أن يتم دمجهم، لأن هم يستحقوا جوائز و
ويستحقوا المنافسة القوية مع غيرهم بكل سهولة. وإن شاء الله في السنوات القادمة نلاقي كمية الدول العربية مشتركة معنا ونعمل حاجة على مستوى كبير قوي، سواء يتم في القاهرة أو في أي عاصمة من العواصم العربية المختلفة. تقدم عروض الملتقى في كل من مركز الهناجل للفنون، مركز طلعت حرب الثقافي، مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية. بجد أنا سعيدة أني كمان بعمل حفل الافتتاح، أتمنى يعجبكم وأتمنى أشوفنا كلنا حقيقي قلبنا على قلب بعض وإيدينا في إيدين بعض ونعمل بكرة أحلى. أنا النهاردة سعيدة وفخورة جدا بيكم، وفخورة بشكل الشباب اللي موجود والتفاؤل والأمل اللي موجود، ومطمنة إن شاء الله بالمستقبل. كل هذا وأكثر من آليات العمل الإبداعي يؤكد عليها الملتقى العربي لذوي القدرات الخاصة من أجل المشاركة الحقيقية في بناء مستقبل أكثر إشراقاً تحت عنوان بكرة أحلى.